أهلا بكم. اعتبرت اللجنة الاقتصادية النيابية أن الحديث عن إحراز مجلس الإعمار أي تقدم في مجال الاستثمار والاقتصاد والقضاء على الفساد ما هي إلا شعارات غير قابلة للتطبيق. وقالت عضو اللجنة ندى جودة إن المجلس سيكون شبيها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي دون تسجيل أي قضية حقيقية في محاربة الفساد. وأضافت أن الفساد أهلك جسد العراق وبات الكثير من القادة السياسيين والموظفين لديهم يعملون بالسمسرة والفساد وإلغاء أي مشروع لخدمة المواطن دون الحصول على النسبة الأكبر من حصتهم. كشف رئيس مجلس ناحية المنصورية بمحافظة ديالى راغب العنبكي عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقول المنصورية شرقي المحافظة. وقال راغب العنبكي أن وزارة النفط بدأت أولى إجراءات استخراج الغاز الطبيعي من حقول المنصورية ضمن مساع من أجل دعم ملف استخراج الغاز وتأمين احتياجات المحطة المنصورية الغازية القريبة من الحقول. وأضاف أن استخراج الغاز الطبيعي من حقول المنصورية والتي تتميز باحتياطيات كبيرة جدا يمثل موردا مهما لقطاع الطاقة في العراق وتوفير المزيد من فرص العمل، فيما لو أعطته الحكومة في بغداد الأولوية والاهتمام اللازم. كشف تقرير لموقع زيرو هيج الأمريكي أن الولايات المتحدة وروسيا والصين يتنافسون جميعا على مواقعهم في صناعة النفط والغاز في العراق وخصوصا في حقل المنصورية بمحافظة ديالى. وذكر التقرير أن حقل المنصورية الذي يقع بالقرب من الحدود الإيرانية يحتوي على 4 ملايين أو 4 تريليونات و6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يتوقع ارتفاع الانتاج إلى نحو 325 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وأضاف التقرير أن الاعتبار الرئيسي لتشجيع الولايات المتحدة للعراق على تحسين تدفق الغاز هو لتقليل اعتماده على إيران في هذا المجال، لكن السيطرة الروسية بتأمين حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العراق سيسمح لها بنفوذ سياسي لا يمكن التغلب عليه. كشف النائب عن التحالف الكردستاني سليم حمزة عن رفض الحكومة في بغداد للشروط التي وضعتها حكومة كردستان العراق لتسليم حصة إنتاجها النفطي لشركة سومو. وقال سليم حمزة إن حكومة كردستان العراق وافقت على تسليم حصة النفط المقررة بالموازنة لشركة سومو وفق شروط محددة. ولم يفصح سليم حمزة عن تفاصيل الشروط التي وضعتها أربيل، لكنه قال إن الحكومة في بغداد رفضتها وهو ما يعني استمرار الأزمة بين الجانبين. وأشار حمزة إلى أن الجانبين سيستمران بعقد لقاءات متواصلة لأجل حسم هذا الملف. قررت وزارة الزراعة في حكومة كردستان العراق منع استيراد العسل اعتبارا من 25 من أيلول الجاري من الخارج. وصدر القرار من وزيرة الزراعة بيكرد طالباني بناء على طلب من نحالي كردستان العراق وعدد من المنظمات والمجموعات العاملة في مجال جمع وإنتاج العسل. ويهدف القرار إلى منع استيراد العسل في فترة جمع العسل لحين تصريف الإنتاج الداخلي في الأسواق المحلية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.